عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في رحلتنا الجديدة إلى مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان. جمهورية أذربيجان تقع على بحر قزوين، تحدها جنوبا جمهورية إيران، وشمالا جمهورية جورجيا، وغربا جمهورية أرمينيا، ومن الجنوب الغربي تركيا في مساحات صغيرة. ونحن نستعد بعد لحظات إلى مرحلة الهبوط التدريجي إلى أرض مطار حيدر عليف في باكو. بدأت الآن معالم مدينة باكو، هذه المدينة الحديثة تتجلى لنا بوضوح. هذه المدينة هي أكبر وأشهر مدن أذربيجان، وبالمناسبة يبلغ تعداد سكان هذه الدولة ما يزيد ويربو على 9 ملايين نسمة. درجة الحرارة المقدرة اليوم في مدينة باكو 14 درجة مئوية في هذا اليوم 16 من شهر أبريل من عام 2019 للميلاد. أيضا هناك بحر قزوين. تعتبر أذربيجان دولة جمهورية ديمقراطية، وهي دولة غنية بالنفط، وبها معالم سياحية بارزة سنذكرها في مقاطع أخرى بالتفصيل بإذن الله. إطلالتنا الجوية على مدينة باكو الأذرية. ها هي مرحلة الهبوط النهائي. هذا إذن أوان انتهاء هذا المقطع، شكرا لكم وإلى اللقاء.